السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كي داير مع الصحه؟ كي مع رمضان اليوم ان شاء الله؟ غادا نمشي نفطر عند امي راجلي. المهم هنايا حيت انا عارفه كتموت هي على البيتزا، كتعجبها البيتزا ديالي. انا وجدت هنا البيتزا، هادي انني شاركت معكم الطريقه باش كنصايب البيتزا. هادو لي كريب راني غادا كنطيب فيهم. المهم هانتي هنايا كنطيب لي كريب ديالي، بيطات بلديين. المهم شتي البنات، انا ساليت واخا اني ما شاركتش معكم ان شاء الله. لي كريب ديجا انني شاركته معكم، الا بغيتو نقدر نشاركو معكم. هذا لي كريب الله ساليتو، هذه البيتزا وجدتها. هنا البيض ديالي راه سلق، هانتي دايره العكوز ديال البيض البلدي عندي دجاجة واخا راني في المدينه. المهم هنايا تنوصل هنا غيدي راجلي الملكه باش هي غطحن تما العصير. هنايا راه شملت ليها الحوت، يعني ما عندهاش شي حاجه، غندوز ندي الباكيط يعني. وما قلت لهمش راني جايه نفطر عندكم، لا حتى حاجه، دايره الفطور ديالي بحال اللي كاينه في الدار ديالي. يعني انا هذا هو طبعي، يعني نمشي عند بنادم ناكل معاه اللي قسم الله. يا خبز واتاي ما عنديش المشكل، اللي مول بالخير راه مول بالخير، الدنيا هانيه. المهم داير الفطور ديالي باش ما نكلفش عليهم، حيت الانسان ملي كتقول ليه انا جايه نفطر الله يحسن العوانتي كلف راسو كذا، لا يعني هما دايرين فطورهم عادي، غندير فطور عادي ونشارككم معهم. والله يخلينا ديما كما تيقولوا الناس مزيانين، وحتى حاجه ما كدوم، كنبغي وجه الله. هانتي شوفي نديه الفطور ديالي، هانتي راه ما كاين ما احسن من البساطه. غير شويه في راسها ولدي، غير شويه. هانتي فراس قال لي ماما ما تسوقيش انا نسوق. والله ما كاين ما احسن صراحه بنادم شي حاجه بسيطه. هانتي غادين وفرحانين وناشطين. يلا ماما يلا يلا باش نسربي ونصلو دغيا مع المغرب. هادي شوف الدنيا خاوية، مالك باش ماكل مالك دير الدرعان. هانتي الله يلا مالك خويا هانتي حنا وصلنا. ها سيري الما الدرعان، قولها تبوسكي انا سير. سيقول ميت بوسكينة عشان بوسكينة.